فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. نعم، ومما جاء النص في مخالفة غير المسلمين من سائر الملل خصوصا النصارى مسألة القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو على أنواع، منه ما يكون حلق جوانب الرأس وترك الوسط، ومنه ما يكون بالعكس حلق الوسط وترك جوانب الرأس، ومنه ما يكون بحلق أمكنة من الرأس وترك أمكنة أخرى، وهو ما يسمى بالقزع، وهي القطع مثل قزع السحاب، هو السحاب المتقطع. فهذا مظهر من مظاهر الكفرة، وهو العبث بشعر الرأس بأن يحلق بعضه ويترك بعضه. ولهذا جاء الحديث: اتركه كله أو احلقه كله.